طبعا النهارده انطلاقا من توجيهات سياده الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، داعم للرياضه المصريه وداعم للمعاقين والبارالمبي، وفي طبعا الاتجاهات دلوقتي ان احنا نقدر ندعم هذه الفئه، فئه موجوده في المجتمع، فئه ان احنا نقدر تبقى بدل ما هي تبقى موجوده معانا كده ان احنا بنساعد هذه الفئه، ولكن هذه الفئه هي المصدر الاساسي للقوه، لقوه الجمهوريه الحديثه. النهارده ان احنا يمكن موجودين في هذا المؤتمر لاكثر من اتجاه، في اتجاه لجامعه الطفل مع الجامعه الفرنسيه، هذه الجامعه الفرنسيه اللي موجوده في داخل جمهوريه مصر العربيه داعمه لذوي الهمم وذوي الهمم. النهارده يمكن اول افتتاح بروتوكول لجامعة الطفل، هذه الجامعة الهدف الرئيسي منها هي الرعاية الصحية والطبية والرياضية والقدرات لذوي الهمم، وده طبعا يعني يمكن اول مشروع النهارده بنتكلم فيه. يعني الجزء الاخر كمان نقابة المهن الرياضية النهارده عاملة هذا المؤتمر لإقامة المعهد العالي لتكنولوجيا علوم الرياضة، وهو يقدر يخدم جميع فئات الرياضيين اذا كانوا مدربين، اذا كانوا اداريين، اذا كانوا محللين اداء. ان احنا النهارده بهذه الكيفيه ان احنا نعمل هذا المعهد، مش ان احنا بنعمل كليه لخريجي تربيه رياضيه او كليه تربيه رياضيه، ولكن هذا المعهد في افضل اجهزه للذكاء الاصطناعي، ان احنا نقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي، وان احنا نقدر نخدم القطاع البطوله وقطاع الممارسه على مستوى الجمهوريه. كمان في حكم كمان بناء ان انا استاذ اصابات رياضيه وتاهيل، ان احنا عندنا كثير وكثير من الاصابات اللي بتقابل المجتمع المصري والمجال الرياضي، اذا كان كره قدم او سباحه او باسكت او سله او رياضات المنازلات. فالنهارده بدانا برضو يعني نقابه المهن الرياضيه بدات تعمل محتوى جديد من مقررات الدورات اللي هي الدورات التدريبيه للمدربين، ان احنا نبدا نحط فيها جانب جزء بقى التطبيق للتشريح الرياضي والمفاصل والعضلات، وان احنا نقدر نوظف هذه الجزئيه في برامج اعداد المدربين. بدانا كمان نشتغل على الجزء الجديد اللي هو الاصابات الرياضيه وكيفيه تجنب حدوث هذه الاصابات بناء على انتقاء الناشئين، وليس انتقاء الناشئين من خلال القياسات المورفولوجيه، ولكن انتقاء الناشئين عن طريق الجزء اللي هو الجيني، ان احنا ازاي ناخد لاعب ما يتصابش، او ان احنا قدر الامكان ان معدلات الاصابه تحدث يبقى تكاد ان تكون هناك، لا يكون هناك معدلات للاصابه. احنا عندنا ممكن يبقى 2 لعيبه، ولد او لعيب يبدا يقع يتصاب، يحصل له اصابه في الرباط الصليبي، ولاعب اخر ما يتصابش في الرباط الصليبي. فبدانا نشتغل على الجزء بتاع الجينات او انتقاء الناشئين بالنسبه لهذه الجزئيه، حريصين كمان على الجزء اللي هو جزء تغذيه الرياضيين، ازاي ان احنا نصل بالمدرب المصري الى افضل مستوياته عن طريق الاعداد التدريبي والاعداد الخططي، ثم الاعداد الصحي عن طريق المنظومه الصحيه، اذا كان تشريحيا وفسيولوجيا وتغذيه واصابات. وده ان شاء الله بدانا نعمل تحديث للمقررات الرياضيه اللي موجوده في نقابه المهن الرياضيه، وده يعني النهارده يمكن بعيد عن المؤتمر شويه، ولكن انا حريص على الرياضه المصريه والاصابات الرياضيه بحكم ان انا استاذ اصابات رياضيه. النهارده طبعا موجودين في المؤتمر الاول لتدشين الاستدامه الرياضه، طبعا عندنا مشروعات كثيره جدا في هذا المؤتمر، نتاج طبعا فريق عمل في داخل النقابه العامه للمهن الرياضيه برئاسه طبعا الاستاذ الدكتور فتحي الندى. الحقيقه طبعا من ضمن المشروعات ديت اللي احنا بنشتغلنا عليها خلال الفتره السابقه اللي هو المشروع الخاص بوضع المعايير الدوليه الخاصه باختبارات قدرات بالنسبه لكليات التربيه الرياضيه، وهذا المشروع طبعا تم من خلال جمع الماده العلميه من نتائج القدرات بالنسبه لكليات التربيه الرياضيه على مستوى الجمهوريه،
اكثر من 28 كليه، وطبعا كل البيانات دي تم جمعها وتم عمل الجانب الاحصائي بالنسبه لها وتم الخروج بنتائج تم النهارده عرضها على الساده الموجودين في هذا المؤتمر. ثم ايضا برضو تم التطرق الى جامعه الطفل لذوي الاحتياجات الخاصه. طبعا هذه الجامعه تعتبر هي الاولى من نوعها في مصر وفي الوطن العربي. طبعا في جامعات خاصه بالطفل ولكن مش لذوي الاحتياجات الخاصه، طبعا ده شراكه ما بين النقابه العامه للمهن الرياضيه والجامعه حصري للجامعة الفرنسية. أيضا برضو من ضمن المشروعات اللي احنا اشتغلنا عليها طبعا وعرضناها النهاردة في هذا المؤتمر هو تجديد المحتوى العلمي بالنسبة للدورات الأساسية اللي بتعملها النقابة، وطبعا تم تجديد في ضوء خبراء كليات التربية الرياضية على مستوى الجمهورية وحطوا محتوى علمي يواكب الأحداث الرياضية اللي موجودة ويواكب التطور العلمي اللي موجود في الرياضة. أيضا برضو عندنا من ضمن المشروعات اللي احنا النهاردة اتكلمنا عليها اللي هي خاصة بكلية تكنولوجيا الرياضة طبعا، ودي كلية طبعا فريدة من نوعها، وهذه الكلية هتكون حقيقة نقلة نوعية في جمهورية مصر العربية، وحتنقل الحقيقة الرياضة إلى اتجاهات تفوق كبيرة جدا. كل الحقيقة ده بيتم طبعا بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وشركات متعددة بالنسبة للجامعة من الشركات. طبعا كل الكلام ده كله اللي احنا بنتكلم عليه بنتكلم على ان احنا الرياضه دلوقتي اصبحت امن قومي، وبالتالي احنا كنقابه المهن الرياضيه بنشتغل في اكثر من اتجاه، سواء بالنسبه لاعضاء النقابه على مستوى الجمهوريه اللي احنا بنوفر لهم كل سبل الراحه والتدعيم في مختلف النواحي، سواء بالنسبه خاصه للمعاشات او بالنسبه للجزء العلاجي او بالنسبه للجانب العلمي اللي حاولين ان هم ينضموا لنقابه المهن الرياضيه. النهارده المؤتمر معمول النهارده لنقابه المهن الرياضيه لتدشين الاكاديميه البارالمبيه المصريه، ودي اول اكاديميه تتعمل في يعني في تاريخ الرياضات البارالمبيه، ودي طبعا نقله كبيره جدا، نقله نوعيه كبيره جدا في المجال البارالمبي، لانها بتؤدي لتاهيل كوادر في المجال البارالمبي سواء في مجال التدريب او التصنيف او الاداره، ودي طبعا بنعتبرها نقله نوعيه كبيره جدا بالنسبه لمجال البارالمبي، وخصوصا بعد التدشين المحتوى، فالمحتوى موجود، الدراسات هتبتدي فورا، ده معناها انه هيبقى فيه ان شاء الله كوادر في هذا المجال في المستقبل القريب. الحاجه الثانيه احنا شغالين على ان احنا نعمل المحتوى متاح لكل الاعاقات المختلفه، للمكفوفين وضعاف البصر عن طريق الكتابه ببرايل، او عن طريق للصم عن طريق الوسائل السمعيه. فكل شويه بنطور من نفسنا، ومع طبعا مع نقابه المهن الرياضيه مع الدكتور فتحي ندى، موضوع ان شاء الله لا يعني كان حلم واحنا الحمد لله اتحقق بالتعاون المشترك ما بين النقابه واللجنه، وان شاء الله يعني نشوف طفره كبيره جدا في المجال البارالمبي في المستقبل ان شاء الله. في المؤتمر كنت بعرض ما يخص جامعة الطفل. المؤتمر النهاردة تدشين برنامج الاستدامة الأول للمهن الرياضية. طبعا الأستاذ الدكتور فتحي ندى النقيب العام للرياضيين بيحرص دايما على أن يبقى فيه فعاليات مستمرة. الحدث النهاردة قوي في مكان عريق زي قصر عابدين، احنا بنفتخر بالمكان ده قدام الضيوف الأجانب والمصريين. على رأس الحضور الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وموجود الجامعة السفارة الفرنسية حاضرة، رئيس وأعضاء وكيان كامل، اللجنة البارالمبية مجلس إدارة ورئيسها الأستاذ الدكتور حسام دين مصطفى، الأولمبياد الخاص والمدير الوطني له في مصر الدكتور باسم تهامي، حضور على أعلى مستوى رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية ومدير كلية التربية الرياضية. في مجموعة من الإيفنتات النهاردة تم تدشينها، جامعة الطفل وهي أول مرة للأطفال من سن 9-15 سنة للأطفال المعاقين، وبيجي بعدها كلية علوم تكنولوجيا الرياضة بالتعاون مع الجامعة الفرنسية، ثم تدشين البرنامج الأول للأكاديمية البارالمبية للمدربين البارالمبيين، وكذلك في تطوير المحتوى العلمي للدورات الأساسية في نقابة المهن الرياضية. وكان في برضه من ضمن الفقرات هو تدشين مسمى وظيفي جديد هو الخاص بالسياحة الرياضية، لأن بقى فيه في مصر دلوقتي خريجين تربية رياضية متخصصين في السياحة الرياضية زي كلية التربية الرياضية جامعة الفيوم، فكان بيتعمل بطاقة توصيف مهني لهذه الوظيفة الجديدة علشان يلاقوا فرص عمل، لأن زي ما حضراتكم عارفين إن كل وظيفة رياضية تحتاج كارنيه مزاولة مهنة. وكمان الحدث كان في حدثين آخرين، وهو الإعلان عن
قناة مصر الرياضية التابعة لنقابة المهن الرياضية، وكذلك الإعلان عن جواز سفر النقابة. وإذا قلنا أن هو شبيه بجواز السفر المصري مثلا، هو عبارة عن جواز للفعاليات هيقدر من خلاله العضو النقابي أنه ياخد طوابع، الطوابع دي بنقاط، طابع 10 نقاط 15 نقطة 20 نقطة، يقدر ياخد ملصقات كل نشاط يعمله. وفي النهاية في نهاية السنة هيتم استبدال النقاط دي وفقا للائحة للنقاط بمبالغ مالية. المؤتمر باختصار هو نظرة خارج الصندوق للنقابة العامة للمهن الرياضية على كافة المستويات والأصعدة للأسوياء وذوي الهمم بعد تبني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ذوي الهمم أو ذوي القدرات الخاصة بإنشاء جامعة للطفل بالشراكة مع الجامعة ونقابة العامة المهن الرياضية. فكر سباق لمعالي النقيب النائب فتحي نادع بمساندة من الدولة بمطلق التصرف لثقته ورؤيته الخلابة فعلا. في كل مرة بنشتغل مع دكتور فتحي نادع بنكتشف فكر خارج الصندوق فعلا، وبيشرفنا ان احنا نشتغل معاه سواء في كافة المؤتمرات اللي شاركنا فيها قبل كده، مؤتمر التوظيف اللي شاركنا فيه في العين السخنة، ومؤتمر فندق في الإسماعيلية. في كل مرة بيكون داعم فكري على كافة المستويات، بيسمعنا ونسمعه ونتعلم منه، وبيفاجئنا في كل مرة بدعمات وشراكات دولية وعربية وأجنبية. كل الشكر موصول لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعالي النقيب وفتحي ندى ومعالي وزير الشباب والرياضة، وشكرا. المؤتمر ده الأول في البداية بنشكركم على تواجدكم معنا وتغطية الحدث المهم لنقابة المهن الرياضية. أنا طبعا النهاردة الحدث بيتكون من 7 إيفنتات موجودين بنقدر نحن بنعلن عنهم. بنعلن عن نقابة إنشاء قناة إن شاء الله تبقى صوت الرياضيين، وكمان في مشروع قومي اللي احنا من خلال اختبارات القدرات اللي بتقدم لكلية التربية الرياضية أول مرة عملنا مشروع قومي، هنقدر نعمل إحصاء من خلال الطلبة اللي تقدموا ونقدم دراسة تفيد الوسط الرياضي وتفيد أولادنا وشبابنا كلهم في الدراسة اللي هتطلع. طبعا أعلننا عن موضوع كتير جدا، مشروعات كتيرة جدا زي إنشاء جامعة الطفل أول مرة هتبقى الأولى في العالم كله برعاية طبعا دكتور فهد والنقابة معاها، وطبعا إنشاء كلية تكنولوجيا الرياضة أول مرة هتعمل برضو. يعني أحداث كبيرة جدا جدا النهاردة بنعلن عن تدشينها ووجودكم إن شاء الله، ونسمع عنها خير الفترة الجاية إن شاء الله. وطبعا النقابة العامة للمهن الرياضية الهدف بتاعها إنها مسؤولة عن جميع الرياضيين في مصر. يعني النقابة من ضمن النقابات مش خاصة بخريج تربية رياضية زي ما كتير فاهمين، لا، أنا عندنا في النقابة أعضاء مهندسين لواءات أطباء، كل من يشتغل في المجال الرياضي لازم يحصل على دورة عدد معين من الساعات وبناء عليه بيطلع له كارنيه النقابه ان هو يقدر يبقى مشارك واساسي معانا في نقابه المهن الرياضيه. طبعا بنقدم وبنستقبل اي مقترحات، اي شكاوى، اي فكره ابداعيه بنقدر ننفذها مع دكتور فتحي ندى النقيب العام للمهن الرياضيه واعضاء مجلس الاداره كلهم محترمين بشرف ان انا بشتغل معاهم او موجود معاهم. طبعا كل فتره بتلاقي النقابه بتطلع بحدث يفيد الرياضيين ويفيد المجال الرياضي. يعني احنا عملنا مؤتمرات كبيره جدا وكان اخرها مؤتمرات في الاسماعيليه وكل محافظات مصر، واحنا ميزه ان النقابه عندنا لها افرع، نقابات فرعيه في كل المحافظات مغطيه كل الافراد. بنعمل دورات اساسيه، بنعمل دورات في كل المجالات، في تقدر تساعد الرياضي اداري سواء مدرب او اداري او تخصصي. طبعا كان الهدف ده في المؤتمر اللي احنا بنعمله وبنعلن عن تدشينه النهارده كان موضوعات كتيره متعلقه، يعني بنشترك مع قطاع التربيه الرياضيه، بنشترك مع الساده العمداء كليه التربيه الرياضيه كلهم، بنشترك مع سيادة الوزراء وزارة الشباب والرياضة، نشترك مع الدكتور فهد ان احنا نقدر نطلع بالمنتج ده كله. المنتج ده كله في الاخر هيعم على مصر وعلى شباب مصر وعلى
رياضيين مصر. ان شاء الله هنبدا على طول من السنه دي اللي هو جامعه الطفل. ده حدث كبير جدا، اول مره ينشا مول في العالم كله ان تبقى جامعه طفل خاصه بالبارالمبي، طبعا بالتعاون مع اللجنه البارالمبيه اللي احنا بنعمل دلوقتي ازاي نقدر ناهله. احنا كانت الدورات كلها بتعمل للاسوياء فقط، انما ذوي الاحتياجات كانوا محتاجين انك تاهله كمدرب، محتاج انك تاهله كاداري. فعلا بدانا نشتغل على الموضوع ده، وان شاء الله هيطلع من النقابه بارالمبي في كل الالعاب مؤهل ويقدر فعلا يشتغل في مجال التدريب او يشتغل في مجال الاداره. ده من ضمن اللي احنا بنطرحه. طبعا قناه مصر الرياضيه ده هتعبر عن رياضيين بصدق، وهندخل الرياضي وهنروح لغايه بيته وهنعرف مشاكله ايه وايه اللي عايزه وايه اللي محتاجه. وطبعا كل ده بيتم تحت رعايه القياده السياسيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي فعلا لا يبخل على الرياضيين باي شيء، اللي ان شاء الله هنوصل لمستوى افضل واحسن كتير جدا بنتمناه كلنا المصريين. احنا النهارده على هامش المؤتمر عندنا 7 ايفنتات كلهم اهم من بعض، بس الايفنت الاكثر شيوعا يعني او اللي هو فيه اكثر من جهه مرتبطه برعايه النقابه العامه للمهن الرياضيه بالتعاون مع بيت الخبره العلميه في مجال الرياضي اللي هي لجنه القطاع ووزاره الشباب والرياضه. عاملين بحث قومي على مستوى جمهوريه مصر العربيه مشتركه فيه كل كليات التربيه الرياضيه. بنعمل مشروع عن اختبارات كلية التربية الرياضية، بنعمل خريطة حرارية لجميع الاختبارات اللي بيقوم بيها جوه الاختبارات التربية الرياضية والقوام والشخصي وكل الجوانب اللي بيتم فيه الاختبارات. ده ضمن استراتيجية الرياضة المصرية اللي بترعاها الدولة المصرية. واحنا على مدار حوالي 3 اسابيع او اكتر حوالي شهر من ساعه ما بدا القرار باتخاذ فكره البحث القومي، واحنا على تواصل مستمر، غرفه عمليات مستمره 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع لمده الشهر كامل، غرفه عمليات كامله على تواصل تام مع منسقي ومثيري البيانات داخل كليات التربيه الرياضيه على مستوى الجمهوريه، وباشراف كامل من عمداء الكليات وبيشرف كامل من عمداء الكليات. طبعا بنحب نشكرهم على دعمهم التام لأكبر حدث جمع كليات التربية الرياضية، تجمع غير مسبوق، وإن شاء الله النتائج تكون يعني لها مردود على المجتمع المصري للنهوض بالرياضة ووضع الرياضة في مكانها الصحيح وتأثيرها القوي على الناشئ جيل المستقبل إن شاء الله يعني.